باسمه تعالى. الفعل لايدن معناه يعاني أو يحتمل، أي يعاني من مرض ما أو يحتمل أمرا ما، فقد يعاني من مرض قاس أو من أزمة نفسية أو آلام عامة. مثال: هو عانى لمدة طويلة من اللا إنسانية والقسوة. Er hatte schwer unmenschlich lange zu leiden. فإير تعني هو، hatte فعل مساعد للدلالة على الماضي، schwer قسوة صعوبة صعب قاس، بهذه المعاني تكون unmenschlich اللا إنسانية، lange أي مدة طويلة أو طويل أو بهذه المعاني. leiden هو الفعل عانى. إذن leiden مع hatte تعطي الفعل عانى في الماضي. ونلاحظ لفظ الكلمة الأولى er عبارة عن e ويا، er ثم hatte، لا نقول hatte لا نمدها، بل نضيق مخرج الحرف من الحلق، نضيق الحلق نفسه. hatte 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 ثم schwer ثم unmenschlich، الشين الأخيرة تكون بين الشين والخاء. unmensch ليش 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 unmensch ليش unmensch ليش unmensch ليش. ثم lange lange نحذف حرف الجي. ثم zu zu leiden leiden أيضا نخفف المسافة جدا جدا بين الدي والإن، لا نقول لايدن 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 لايدن. إذن إير هاتة شفير أون منشليش لانه سو لايدن لايدن. لم يضطر لأن يعاني طويلا، أي مات سريعا مثلا فارتاح من مرضه. Er musste nicht lange leiden. Er أي هو musste ينبغي، لكن في الماضي فتأتي بمعنى لم يكن ينبغي عليه، لم يضطر لكذا. نيشت نفي أي لا، لاني طويلا، لايدن يعاني. ايا موستي نيشت لاني لايدن. مثال آخر: لقد عانت في حياتها الكثير. زي هات إن إيغم أو إيم، لكن إيغم أشهر، إيغم ليبن فيل
جلتن. إذن زي هي هات فعل مساعد للدلالة على الماضي إن في إيغم أو إيم إيغم للدلالة على الملكية فحياتها أي حياتها هي التي تملكها وليست حياة أحد آخر فنقول إيغم ثم ليبن ليبن حياة ونلاحظ اللفظ لا نقول ليبن أولا نقول لي ثم ليس بين وإنما بن بن ليبن 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 ثم فيل أي كثير ولا نقول فيل نعمل ما يشبه القلقلة فيل فيل وليس فيل 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 ثم جلتن جلتن وهو ماضي لايدن أي عانت فجلتن مع هات تعطي عانت لكن هات هي الكلمة الثانية وجلتن هي الكلمة الأخيرة في الجملة فأيضا لفظ الكلمة الأخيرة نلاحظ أولا جي خفيفة لا نمدها لا نقول جي خفيفة جدا جي ثم نمد الياء بعد اللام جلي جلي إذا نرتكز على الياء بعد اللام ولكن قبلها مخفف وبعدها مخفف جي لي لي جلي تن عدنا للاختصار تن 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 مختصرة إذا فقط في منتصف الكلمة نمدها قليلا لنرتكز عليها جلتن 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 إذا زي هات إن إيغم ليبن فيل جلتن جلتن زي هات إن إيغم ليبن فيل جلتن جلتن وإذا أردنا وصف معاناة ذاتية كمرض محدد أي له اسم محدد وليس مجرد أوجاع لا ندري سببها مرض محدد له اسم محدد ومعاناة ذاتية تتعلق بي أنا من داخلي سببها في داخلي من جسمي أشعر بها في داخلي تتعلق بي أنا إذن هذه المعاناة الذاتية كنا نتكلم عن المعاناة بشكل عام الآن المعاناة الذاتية تتعلق بي وفي مرض محدد له اسم محدد أو معاناة ليست بمرض مع أن الأشهر في الحالة التي سنتكلم عنها الآن هو المرض المحدد لكن أحيانا ليست معاناة بمعنى المرض ولكنها على تماس مباشر مع ذاتنا تتعلق بذاتنا وسببها موجود في ذاتنا عندها نستخدم حرف الجر أن مع الفعل لايدن ودائما كما قلنا سابقا حروف الجر
أو اللواحق أو أي كلمة في الألمانية دائما تكون بالمعنى ذاته، تختلف أحوالها فيتغير شيء من تفاصيلها وليس المعنى الأساسي. فأن كما نعلم نستخدمها مثلا لتعليق صورة على الحائط، إذن لا نغرز الصورة في الحائط كما نغرز السكين في الفاكهة مثلا، نعلقها على الحائط فهي على تماس مع الحائط، على تماس مع الحائط، ليست مغروزة به وليست بعيدة عنه، على تماس كامل مع الحائط لكنها ليست مغروزة وليست بعيدة. هذه الحالة استخدمنا لها أن. كما قلنا في السابق، والحالة ذاتها نستخدمها هنا مع الفعل leiden الذي يعني عانى، يعاني. فعندما تكون معاناتي تتعلق بشيء على تماس مع ذاتي ملاصق لي كما هي الصورة ملاصقة للحائط، فعلى تماس مباشر مع ذاتي أقول أن leiden أن. إذن عندما أتكلم عن شيء يتعلق بذاتي كالمرض، مرض الأكزيما مثلا، الروماتيزم، هي في ذاتي في جسمي وليست عبارة عن أسباب اقتصادية أعاني منها. فالأزمة الاقتصادية إن عانيت منها هي ليست في ذاتي وليس سببها في داخلي، وإنما هو أمر مفروض علي من الخارج، هو تأثر غير مباشر. أما المرض الجسماني فهو تأثر مباشر يتعلق بذاتي أنا. مثال: المعاناة من الروماتيزم والتهاب القصبات. أن غويمة، غويمة وهي الروماتيزم. أن برونشيتس، برونشيتس وهي التهاب القصبات. لايدن المعاناة. إذن غويمة لفظها واضح، الآ في نهايتها نمدها مدا متوسطا، غويمة، غويمة. برونشيتس لدينا حرفان ياء، برونشي واضحة، أما الياء بعد الت فتأتي خفيفة وكأننا ننترها نترا، تس، برونشيتس، برونشي، برونشي، تس، برونشيتس، برونشيتس، برونشيتس. أن برونشيتس لايدن. مثال آخر: هي تعاني من الأكزيما المعندة أي المستعصية. زي لايدت أن أينم هارت نيكشن اكتسيم. إذن زي هي لايدت تعاني، ونقول لايدت وليس لايدت، 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 لايدت. أن أينم وأينم تقال للنكرة. ثم هارت الإر هنا تقال كما يقول الألدغ أو الألثغ، يقول الراء أقرب إلى الياء، هارت، هارت. ثم
ناكشن 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 هارت ناكشن هارت ناكشن هارت ناكشن هارت ناكشن. ثم اكتسام نمد حرف، الياء هنا مد متوسط لا طويل ولا قصير. اكتسام فلا نقول اكتسام ولا اكتسام، نقول اكتسام اكتسام اكتسام. إذن زي لايدت عن اينم هارت ناكشن اكتسام. مثال آخر، هو يعاني من صداع دائم. هي لايدت عن ستاندشن كوبف شميتسن. هي هو لايدت يعاني ستاندشن دائم كوبف رأس شميتسن آلام. نلاحظ أن حرف الإر في شميتسن يلفظ وكأنه أقرب إلى الياء، شميتسن شميتسن شميتسن. إذن إيا لايدت عن ستاندشن كوبف شميتسن. أما إذا أردنا التحدث عن معاناة سببها ليس داخل ذواتنا كما قلنا عن أن، وإنما خارج عن ذاتنا، فعندها نستخدم حرف الجر أنت أنت مع الفعل لايدن. مثال، هو عانى من الشعور بفقدان الأمن. إذن فقدان الأمن في البلد في المنطقة لا علاقة له بذاتي أنا، فهو ليس داخلي فقدان الأمن، وإنما أمر خارجي يتعلق بالدولة، لكن أنا أتأثر به لأني مواطن في هذه الدولة فأتأثر به وأعاني منه، لكن هو ليس في ذاتي، ليس سببه ذاتي، ليس كالمرض الجلدي، ليس كمرض القلب، ليس ذاتي، لا يتعلق بذاتي مباشرة، وإنما بشكل غير مباشر، مصدره خارجي، البلد، الطقس، أمور خارجية أتأثر بها أنا بشكل غير مباشر، لذلك استخدمنا أنت. ومن جهة أخرى فإن أنت تعني كما نعرف تحت، وكما قلنا ونؤكد دائما بأن حروف الجر واللواحق وكل شيء يحمل معنى ذاته دائما ولكن بتفاصيل مختلفة قليلا. لذلك بما أن أنت تعني تحت فيمكننا أن نستنتج معنى أعمق، ليس فقط عانى من الشعور بفقدان الأمن، يمكن أن نعبر رزح تحت الشعور بفقدان الأمن. إذن المعنى ذاته لكن رزح تحت تعطي دقة أكثر في المعنى، لأننا استخدمنا أنت بمعناها الأصلي تحت، فلذلك أنت تشعرك بأن هذه المعاناة ضخمة، فيمكننا أن نقول رزح تحت، ويمكن أن نقول عانى من. إذن هذان الخياران عندما نستخدم
أنثى. إيه لات أنثى ديم جفول ديه أنزي شهايت. إيه هو لات ماضي لايدن أي عانى. نلاحظ لت لت ثم أنت، نلفظها وكأنها قسمان أن ثم تا. أنت أنت ثم ديم، قلنا ديم مد متوسط ليس ديم ولا ديم وإنما ديم ديم. جفول جفول جي لا نمدها خفيفة جي جي. فول 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 جفول جفول. ديا أنزي شهايت. كل كلمة في اللغة لها مركز استناد، وهنا الاستناد على حرف الان، نرتكز عليه نوضحه ثم نلفظ باقي الكلمة معا بنفس واحد. إذن مقطعين أن ثم زي شهايت أن زي شهايت أنزي شهايت أنزي شهايت. إذن إيه لت أنت ديم جفول ديا أنزي شهايت. مثال آخر، هي تعاني الكثير من عدم موثوقيته، أي أنها تجد هذا الشخص كلما وعدها مثلا أخلف أو ليس أهلا لأن يعتمد عليه، فلديه عدم موثوقية. زي لايدت زي أنت زينة أنسفليسشكايت. إذن زي هي لايدت تعاني زي كثير أنت تحت زينة. زينة هي ملكية المذكر، فعدم الموثوقية يملكها شخص ذكر، إذن عدم موثوقيته. ونلاحظ في اللفظ لا نقول زينة وإنما زينة زينة، أي حرف الإر الذي حذفناه أبقينا فراغا مكانه وكأنه شيء يلفظ، فلا نقول زينة زينة وإنما زينة زينة، وكأننا نريد أن نلفظ الإر وألغينا قرارنا. زينة زينة زينة. ثم عدم الموثوقية هي أن سو فليسش كايت أن سو فليسش كايت أن سو فليسش كايت أن سو فليسش كايت. مثال آخر، أنا أعاني من عزلتي أي وحدتي. إيش لايدة أنت
meine Einsamkeit. Ich, Anna, leide, أعاني. أنت, تحت, meine ملكية. فالوحدة هي وحدتي, أنا أملكها. meine Einsamkeit. Einsamkeit أي وحدة أو عزلة. إذن ich leide unter meiner Einsamkeit. Ich leide unter meiner Einsamkeit. Ich leide unter meiner Einsamkeit. مثال آخر: هم يعانون الكثير من مديرهم. Sie leiden sehr unter ihrem أو ihrem Chef. هم leiden يعانون. وطبعا زي قد تكون هي وقد تكون هم. فبما أن ما بعدها كان leiden وليس leidet, علمنا أن المقصود هم أي جمع. إذن زي كثير, أنت تحت, إيغم ملكية, شيف مدير أو رئيس أو قائد. فشيف مدير وإيغم شيف مديرهم, ملكيتهم, مديرهم وليس مدير غيرهم. إذن زي لايدن زيا unter ihrem Chef. Sie leiden sehr unter ihrem Chef. إذن الأصل هو أن أن لما سببه داخل ذاتي, وأنت لما سببه خارج ذاتي. ولكن أحيانا نستخدم أنت مع المعاناة الذاتية بدل أن. لماذا؟ لنوحي للسامع كم هي قاسية هذه المعاناة الذاتية, حتى أني سقطت تحت ألمها فاستخدمت أنت أي تحت التحتية. فإذا أنت قد نستخدمها للمعاناة الذاتية أيضا لدلالة على شدة هذه المعاناة. مثال: هو يعاني من سرطان مستعصي, أي مرض السرطان مستعصي لا يجد له دواء فعالا. فيمكن أن نعبر عن هذه الجملة ونقول er leidet an أو unter. فإذا استخدمنا an أي نتكلم عن مرض السرطان من أي زاوية؟ من زاوية أنه يتعلق بي أنا, يتعلق بذاتي, سببه ذاتي وليس ظروف خارجية كفقدان الأمن. أما إذا استخدمت معه أنت فأنا أتكلم عن شدة هذا المرض, أتكلم عن زاوية أخرى من هذا المرض الذي أعاني منه, وهو شدته لدرجة أنني سقطت تحت ألمه. فقلت تحت أنت,
إذن المعنيان صحيحان في هذه الحالة، ولكن كل منهما يتناول المسألة من زاوية. إذن إيه لايدت أن unheilbarem Krebs. Unheilbarem. Barem. Barem. Krebs. نمد الياء مد متوسط. Krebs. ليس Krebs ولا مد طويل. Krebs. 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 Er leidet unter unheilbarem, unheilbarem, unheilbarem Krebs. 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 أما إذا أردنا وصف معاناة كائنات لا تعقل ولا تشعر وهي تعاني، فكيف تعاني وهي لا تشعر؟ إذن عندما نقول أنها تعاني نقصد أنها تتضرر، تتأذى بسبب معين، كأن تتأذى ألوان الأشياء إذا وضعت تحت الشمس الحارقة مثلا، فنقول تعاني لكن نقصد أنها تتضرر وتتأذى. عندها نستعمل حرف الجر دوش مع لايدن. مثال: تضررت الأشجار الأشجار بسبب الصقيع. دي بويمة haben أو haben haben أو haben haben durch den Frost gelitten إذن die Bäume الأشجار haben فعل مساعد يفيد الماضي durch من خلال أو بسبب den Frost الصقيع أو الجليد Frost gelitten ماضي leiden وهو مع haben يصيغان الزمن الماضي. إذن die Bäume haben durch den Frost gelitten die Bäume haben durch den Frost gelitten. وللحديث عن تقبل النفس لشخص ما، أي أستلطف شخصا أرتاح إليه، أضيف عندها الفعل können أو mögen إلى الفعل leiden. مثال: أنا أتقبله أي أستلطفه. Ich kann ihn leiden. Ich kann ihn leiden. مثال آخر: أنا أتقبله كثيرا
أو أستلطفه كثيرا. Ich kann ihn gut leiden. Ich kann ihn gut leiden. مثال آخر: لا أتقبل هذا الثوب، أي لا أطيقه. Das Kleid mag ich nicht leiden. نلاحظ الحرف الأخير في Kleid بدل D كان T، كذلك الحرف الأخير في mag بدل G كان K، حرف الكاف. إذن das Kleid mag ich nicht leiden. Das Kleid mag ich nicht leiden. مثال آخر: هي مقبولة جدا، أي خفيفة على القلب، تدخل القلب بسرعة. Sie ist zu leiden. والحمد لله رب العالمين.